الفنانة السورية ديما بياعة ستجري عملية تجميل لأنفها وأبنائها من تيم حسن ورد وفهد، أصبحا شابين وشاهد شقيقتها. الفصول الأربعة هو المسلسل الذي لمع فيه اسم ديما بياعة والذي شاركت فيه بفضل والدها، وقد شاركت في مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار والشخصيات إلى جانب أهم أبطال الدراما السورية. حياتها العاطفية مليئة بالأحداث، خصوصا تلك التي تتعلق بخيانة طليقها الممثل تيم حسن لها، حيث لها منه ابنين هما ورد وفهد، ومن ثم زواجها برجل الأعمال المغربي أحمد الحلو. وديما بياعة هي ممثلة سورية ولدت بتاريخ 3 ديسمبر عام 78، والدتها الممثلة مها المصري ووالدها هو مدير التصوير حازم بياعة. حصلت الفنانة ديما بياعة في البداية على شهادة في الأدب الإنجليزي، إلا أنها توجهت إلى مجال التمثيل، وفي العام 98 وبمساعدة من والدتها حصلت على دور هديل في مسلسل الكواسر. بعد الكواسر قدمت ديما بياعة العديد من الأعمال التي ساهمت بانتشارها، ومنها مسلسل الفصول الأربعة الذي مثلت فيه إلى جانب والدتها مها المصري. وعن طلاقها من تيم حسن فلم يتم بهدوء، بل اقترن انفصال هذا الثنائي عام 2012 بفضيحة مدوية. قد اتهمت ديما بياعة طليقها تيم بخيانته لها مع صديقتها الممثلة السورية نسرين طافش. وأشارت في إحدى المقابلات إلى أن الخيانة ذبحتها، لأن نسرين كانت صديقة مقربة جدا لها. ولفتت ديما بياعة إلى أن تيم حسن أخبرها بأن نسرين طافش هي من كانت تحاول التقرب منه بالرسائل والمكالمات. أما عن كيفية علم ديما بياعة بالخيانة فقالت في إحدى المقابلات إن رسالة نصية وصلتها من فاعل خير، تقول إن زوجها يخونها مع صديقتها، وعندما تأكدت من الموضوع شعرت بصدمة كبيرة.
نسرين طافش وفي إحدى المقابلات قالت إن دينها وتربيتها لا يسمحان لها بالرد على أسلوب الردح الذي تعتمده ديما بياعة. كما أعلنت بأن ما صرحت به ديما بياعة بأنهما كانتا صديقتين مقربتين غير صحيح. وتعليقا على زواج طليقها تيم حسن من الإعلامية وفاء الكيلاني قالت إنها تحب وفاء كيلاني كثيرا وسعيدة كونها زوجة أب لأولادها. لفتت ديما بياعة إلى أنها علمت بخبر زواج طليقها الممثل السوري تيم حسن من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل، ولم يكن لها علم مسبق بزواجهما. وأضافت إلى أنها فرحت كثيرا عند سماعها الخبر، وأن وفاء زينة مختار تيم، مضيفة: فرحت من كل قلبي لأنها ستصبح زوجة أب أولادي، أتمنى لهما كل التوفيق. وأضافت: حد بصح الوفاء وبيقول لا. ومؤخرا كشفت الممثلة السورية ديما بياعة أن عمرها الآن 40 عام، معتبرة أن تكرار تجربة كمسلسل صبايا لم تعد تناسبها. وأضافت أنها تحب التغيير بشكلها وتعتبر هذا الموضوع يخصها وحدها، وقد تصل بها الجرأة إلى أن تقص شعرها على الصفر، كما كشفت أنها ستجري عملية تجميل لأنفها قريبا. قالت بياعة إن زوجها أحمد الحلو يعامل أولادها فهد وورد من طليقها الممثل السوري تيم حسن معاملة الأصدقاء، لدرجة أنهم يقضون الكثير من الوقت معا، وإنه تعامل معهم بذكاء كبير. مؤكدة أن تيم حسن لا يقصر في الاهتمام بأولاده، كما نفت أن تكون قد ندمت على تصريحاتها السابقة تجاه طليقها لأنها تعتبر أن ما قالته هو الحقيقة المطلقة.